السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا فيديو جديد. الحين بسوي شكل من الفندق وأبوي في الدوام. الباب معروف في الدوام. بنروح اسمه المول. نبي حق كلايمينج. هنا هني جاليريا مول. بجميرة. كانوا يلعبون هالألعاب اللي مالت التسلق اسمها كيبل كلاين. خلنا ندخل داخل براويكم. هاي الأنشطة وايد حلوة حق اليهال، يتحركون فيها، يبذلون مجهود أحسن عن البلاي ستيشن واليرسة. حلوة صراحة مسافته. هلو ما شاء الله عفاري طلعت بروحها اليوم فوق. ما شاء الله عليك يا عفرة. واو واو سويت هذول كلهم ما شاء الله. مين قل لي لاي واحد يزيد من اي اي واحد اكيد كله احسه حلو. امي انا سويت ما شاء الله. امي انا سويت هذا انا اقل من فوق الجيه. يا سلام يا سلام. أبدي من كيف نسوي عليها؟ واو. متأكد؟ بس الألعاب كان فاتح فيها طول ما أعرف. والله نشوف. جربت فرح جربت. انا احس انه حلو. هل في كوفي شوب؟ ني في العاب بس لو تبغى تروح هذا اللي هني رب ثاني لازم تشوف هذولك كلهم. هذاك يعني عاد مو لازم لازم تشوف هذولك كلهم عشان تسخن. بعدين خلاص تسخن على طول تروح بوك. يا سلام. الحين هنا مكان اسمه ميداف. هذا مكان هو كافي شوب وهو مرسم حق اليهال الصغار. يلبسونهم نفس لبس ويخلونهم يلونون اي شيء هم يبونه. بندخل داخل وبنشوف. يلا عفاري الحين قاعده تجهز. هي عادي ماما لازم تغطينا ريولك كاملة. هني انت تختار شيء قياس اللوحة وعقب يدخلونهم هذا المكان. ويصبغون ويلونون. شوفوا الألوان هني. أشوف عفاري، عفاري أنتي كورونا الحين. يلا
يلا ادخل داخل عقاري. شوف الارض كيف الجنه. كلها تجي جليتري. يا سلام. انا الكريتيف ستوديو الثاني اللي في اشكال شي يسوونها وشي الاكسبريشن روم بتكون 115. اكسبريشن روم اللي يلبسونك اللبس الكامل. بحط لكم موقعها مثلا تشوفون الاسعار والقياسات المختلفه. الحين هم ياتين في الاكسبريشن روم. الكرياتيف روم هي هذه. حبيت every child is an artist. صدق والله يا خانة كلهم ما شاء الله مبدعين وفنانين. The purpose of art is washing the dust of daily life of our souls. كيف الابداع؟ واو طلع في مالت فلاح احلى عن مالت عفره. تعرف الحركه اللي من فوق احسها في لوحه فلاح احلى.
واو فلاح شوف فلاح شوف واو واو فلاح هو اللوحة لا لا عفوا قصدت شعرها حرام خبرونا في الكومنت من ورا اسمته احلى فلاح ولا عفره انا صرت هنا